المشروع الفكرة المعروفة عنه بأنه هو يحافظ على التراث القبطي في مصر. هو مركز تعليمي وثقافي، هو عبارة عن مسرح كبير في مبنى إداري وسكني. المشروع به عدد كبير من العمالة الدائمة والعمالة المتغيرة. المستشفى بجد هتفيد كتير هنا، لان احنا عندنا الخدمات الصحيه هنا يعني كانت تكون معدومه بالمره، واحنا بنشكر دوله الامارات وبنشكر كتير الكنيسه الارثوذكسيه في مصر. احنا هنا في اسماعيليه في مدينه فايد مسؤولين عن بيت مريمينا للرعايه، بنرعى هنا الولاد الايتام. من الخدمات المهمه في الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه الاهتمام بالأطفال اللي ظروفهم المعيشية قد أحياناً لا تسمح أنهم يتربوا في بيوتهم. إحنا مسؤولين عنهم مسؤولية كاملة، عن تعليمهم، عن تربيتهم، عن رعايتهم، وبيفضلوا موجودين معنا من لحظة ما يجوا لغاية لما يتخرجوا، وإحنا مسؤولين إن إحنا نوجد لهم شغل بيشتغلوا، وبعدين بقى بيبتدوا حياتهم ويتجوزوا وخلاص كده، إحنا بنرعيهم بقى بس من بعيد يعني. قاعد هنا في الدار بقالي 6 سنين، والدار هنا مقدم لنا فرص كتير، يعني فرص المدارس والتعليم وكل حاجه، والدار هنا احسن من الدار الاولاني القديم. الدار هنا واسع قوي، لكن الدار هناك كان ضيق وصغير. الصراحه الامارات كان لها دور كبير قوي في ان هي تخلي البيت ده ملائم ان الواحد يسكن فيه ويبقى بيت مثالي. احنا عندنا مدينه كامله في اسماعيليه باسم الشيخ زايد، لان هو ساهم في بناها بعد انتصارات 73، فاحنا متعودين من الامارات على العطاء وعلى المحبه. ده عمل خير ما يتنسيش لاي انسان بيفقد الاب او الام او بنسميهم يتامى، انما ربنا ما بينساش حد.